بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستمرنا ناي الأصول الثلاثة أبتسال سيتي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تبل أبقى أبتحالف رئي جميرنا نيرنا لومو إنو عمق الزلتا كن رئينا مالتيو أبتزحالف زرعنا النبي عليه الصلاة والسلام بهزب حرش كم تشغورو كمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نام مدينة قليوم هاجروم كمون مدينة ناب حبشة هاجروم قليوم دماني نمدينة هاجروم صحابة والنبي عليه الصلاة والسلام من سيدنا أبو بكر كونهم دماني مدينة كم دهاجروا رئينا مالتيو انتهي بلتي مؤلف نيتا الأصول الثلاثة زي ألف مالتيو رحمه الله تعالى. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام عن مدينة مس عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام كسانة مسترخبة كم وين تي شرائع جترفة بمكة بمدينة مسوتحو تأزيزهم مالتيو كم زكاة صيام حج دا مسألة كمون فقط توهيبهم نخك على سو جهاد نخك قبر مالتهم كمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم دا مسألة باقي الشرائع الإسلام عن مدينة تعزيزهم مالتهم. نزل ماني أخذ على هذا 10 سنين 10 عامات النبي عليه الصلاة والسلام عن مدينة أبزنبورولو إزيز ترفة ناي الشرائع الإسلام تعزيزهم مالتهم. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي مالت موتا يترفنيو والنبي عليه الصلاة والسلام وين كابز عالم زي بموت تفليهم مالتهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرر التوحيد واستقر في المدينة بدأ يقرر شرائع الدين الأخرى خمتز بالنائم بارين النبي عليه الصلاة والسلام وقدمي تي مالت كابز الدنيا زخي تفليه خلو مجمريا خمتز بالنائم أب توحيد زيادة أبو أدهبهم أما كان كله كمون أما ديناون قدينا يتوحيدين تزترف شرائعنا إسلامنا إنا وردهم دين مليو مالتهم. نتائب لنا ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الشرائع تأتي في أزمنة متفاوتة لم تمزل جملة واحدة شريعة إسلامنا كمدمان القرآن بحان سباي كونن وريدو مالتيو نمنتاين تدعيلنا تحكماناتو تدعيلنا وذلك لزيادة إيمان العباد باروت إيمانهم زيادة يعبي نخعبي نخدلدل مالتيو كلما تلقوا عبادة وعملوا بها زاد إيمانهم فاشتاقت نفوسهم إلى عبادة أخرى حد نقري إززو تتئزازنا يا رب سبحانه وتعالى مصفت أمو إيمانهم موسخ كوم دماني كالي شرايع دماني تبي بدحري دماني كوم النابلة كور جميرو مالتيو. ولا شك أن هذا كما قال تعالى أنه من وسائل التثبيت لهذه الأمة إذي ببوانو مراد ماني ناي القرآن الكريم كمون تشرايعون ببوانو قسنا بلد ماني ككتملون كله إذي حادي كابتي ثبات ذهب نرسول عليه الصلاة والسلام كمون ماني نأمة محمد مالتيو. ولذلك انتايلو ربنا عز وجل أبصرة الفرقان بزعبازي أملكتو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة توم كحتي كل جزية أكندي باروت كوينوم أستسلموم حرايلوم زقبولو نتشرعنا ربك قومو يجمرو مالتهم انتهي لهم مالتهم نمن تايد آز القرآن زي سني بحنساب دي ورد إلهم تزاريبهم مالتهم لم ينزل هذا القرآن كغيره من الكتب السابقة خم تزحالف كتابتي بحنساب زورد كم تورات كم إنجيل كم يكونن موردو مالتهم انتايد آني منجمن يوردو يعني مفرقا مالتهم بآري بحنساب زي ورد مسولو الله سبحانه وتعالى انتايد لهم اللي سلوم كذلك لنثبت به فؤادك إنه كان بأريك أسلنا بدرجو بمتون نور تلك لنا لنثبت به فؤادك قد نختب لنا إنا إبل مالتيو. ولذلك بسورة الإسراء وين مبل 206 آية تايلو وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إذن بأريز القرآن زي كسلنا بلي ببوانو وريدو مالتيو أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي طبعا
أب مدينة مسهاجرو عشرة عامة النبي عليه الصلاة والسلام تقمتهم مالتهم أبز عشرة عامة زب بوانو يورد نيرو مالتيو عشر سنين في المدينة يدعو إلى مكملات ومتممات هذا التوحيد مهنياتو أما كان كله قدين أي توحيد رحمة الله بمزاربو نيرو مالتيهم كمون دحرية بتمج أرشاك أكل مهجر أم دماني سلاة عزيزهم أب مدينة مسكودو دماني نتي توحيد مكملات زخونة متممات دخونة دمان ببوانو دمات شرايع وريد اللهم مالتيو. ولذلك كمتي أب مسند الإمام أحمد دلو أبو ذر رضي الله عنه انتايبل ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. النبي عليه الصلاة والسلام أبرهان أب قنع مدمان زت راتر زي بقول لكم نتاتهم قدي فهمنا يترفضوا كل تناشري عن أزم الكسي كالي حالفون حتى عفها بسماء تبررون بزعبان أتاكم نتاتوين النبي عليه الصلاة والسلام كي ترفه حبروا من أم بالمالتيو. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء كمتي أب مستدرك على الصحيحين للحاكم زلو مالتيو انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء أنا أب برهاني قدفكم زلوكو ليلها كنهارها تي تسلمات تبلو تليت تبلو لكع كم كترز برحالو كل جزي برهان أبرس برهان زقوني إيه قديفكم لا يزيغ عنها بعد إلا هالك تفو تزيكونو تفز دلي تزيكونو سني تمن قدناتي بروها قديفكم أبرهان قديفكم يبلو النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كم زد مسألة أدلة يعني ناي كتاب ناي سنة بزوح على نمالتيو. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عسرت عمت زي زأكل تمكملات نشريعة أو مالتي ببواني يوردم نيرو مالتيو ودينه باقٍ وهذا دينه الدين رسول عليه الصلاة والسلام بارك ساب يوم القيامة ترافع كله يوم مالتيو وهذا دينه يلو إذا دمان إنه الكائت دينه يلو أي الذي سبق شرحه كل نتنتنو زنبرنا عبد حلفه ان الكا كم زيد مسلم بارتي شريعه ني رسول عليه الصلاه والسلام لعلي اربعه وحم دخون كفلتات زتقسنا بزعبون الكا ازيتي دين كم زي مسل الو قالتلنا مؤلف مالتي ودينه باقي يعني محفوظ من عند الله دين ني رسول تحزمو دمص نبي محمد صلى الله عليه وسلم ترافاي مالسي حلو زخونه يكون مزيكو يعني غنصتاتن جلن ناس ونقلن كنت تدفتنو التدين لكن كل جزي محفوظي والحنت زقولون زو سخون زنكيون يقولون مالت. ولذلك ربنا عز وجل بسورة الحجر انتايلو مبلجعة آية إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون نحنا إنا أوردنا نحنا إنا دمان نحلو إلو نهل دمان شحن 430 شوعة هجرية قوين له كابتن رسول عليه الصلاة والسلام كما كان بمدينة زهجر له حنت حرفون كي قدل تقرآن كمون تسنان رسول صلى الله عليه وسلم تحافظوا أبانا بزيح مالتي. النبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة كل خير دبل حبيرهم يوم عليه الصلاة والسلام ولا شر إلا حذرها منه كل حماز بلا نبع زي كنوع زو وسد من قد دماني نعود ماني كالكيلومن أتنقعوا من يوم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كمتي أبتز حلف آيات ناي قرآن زرعنا مالتيو الله سبحانه وتعالى نرسل عليه الصلاة والسلام كقلت أمن كل تايلو أبصرة التوبة مبل 228 آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كل مالت نبحك رحمن رهرهين دلون بهزبي ناي نبي النبي عليه الصلاة والسلام كم زبلة نبينا لإخنا لكم يبلو يبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل خير حبيرهم نايم أبتا حجة الوداع نايم جرشا نايم فناو نايم جرشا دحجة جلاء النبي عليه الصلاة والسلام أبون تايلم مالتهم ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلهم مالت كمزي لومي إن هلكا أبزي حرمزي أبزي بوتازي يعني سب نسب قتلوا لدي ولا ننساز كي ترفون كتهدن كل زخونه اللي بوتها زخونه أبزي حرمزي كومو تي محرم زخونه
ننحدحدكم دماني مالت دمكم مهم كم دماني مالكم دماني ننحدحدكم كت مالت كت كت كتفاسسون كتقولون إذا حرامي لهم النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعض مستزاربو نويح قطبا مسسمعون النبي عليه الصلاة والسلام على هل بلغت لهم أبتي حدي لهم نفس حبا مالت حمس حتتهم قالوا نعم ويا رسول الله أبتي حكا قمت زقبا برهان زخوني نعمة زخوني حبري تحبير كان خيلهم كم مسؤول تايل من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد لهم مالتهم استقام سكاريين الله خان لهم النبي عليه الصلاة والسلام مالتهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام كل خير حبيرهم يمكن بالكلنا تخير زيادة زحبروا والخير الذي دل عليه التوحيد خير حبيرهم نحن بالكلنا نبتوحدنا بتلا إله إلا الله مقنات النساء تقندي زتفترنا العلماء وإن حدا الله كن جزاس لزخوني نزي أتبقى من النبي عليه الصلاة والسلام أبريهم لنا وجمع النبي عليه كل ما يحبه الله ويرضاه دماني رب رسول يعني زفوت وزخوني دماني كل نقرات دماني بروح كوين لنا أبشرعنا مالتيو هذا هو أعظم الخير الذي دل عليه الأمة وهو التوحيد تزعابي النبي عليه الصلاة والسلام زحبرونا انتا انت لا تبهلو هو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مالتيو إذن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد كمتي أبتز حلفة مأتويناوين تقسنا زنبرنا مالتيو والشرك الذي حذر منه والشر الذي حذر منه هو الشرك تي حما زبها الكاني كي زبها الطلو زخوان دماني انتاي انتلاء الكادماني شركيو كاب شرك دمان النبي عليه الصلاة والسلام أتنك قومن حذرنا وجميع ما يكرهه الله ويا أباه رب سبحانه وتعالى زي فتوان زي رديون زخوان دمان كابو دمان النبي عليه الصلاة والسلام كل كيلو منا مالتهم بعثه الله إلى الناس كافة ملختنا يا رسول عليه الصلاة والسلام ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول له هزبي مالتيو وهذه من خصائصه أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذي فليز قنة زتوهاب وي مالتيو وقد أخبر بأن الرسل قبله يبعثون إلى أممهم خاصة وهو بعث إلى الناس كافة توم زحلفوا نبيات نابستو السنة أحزاب نابستو السنة بوتاتات اللاخون يروم رسالة يا رسول عليه الصلاة والسلام ملختنا يا رسول صلى الله عليه وسلم قل نخلو زبد صحي مالتي ونخلو وين مالت فردي ونخطل ومالتهم وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس أغاننتن دك سباتن دماني كلاتهم دماني نزي من قد قنع زخونين الله سبحانه وتعالى نبي نبعدتكم لقو دماني نابز دماني تأزيزهم النبي عليه الصلاة والسلام للثقلين يوم تأزيزهم ناب أغنانين كم دمان نبدك سباتن مالتهم فيجب على الإنس وكذلك كلهم كم دماني الأجنان اتباع كقبرو من قدنا رسول عليه الصلاة والسلام كحزن رب سبحانه وتعالى نبحث كقزوان قديتها إيه مالتيو نمنتهم ثقلين زبهالو انت دائلنا الجن والإنس ثقلين يمزبهال وسمي الجن والإنس بالثقلين كم تربنا عز وجل بسورة الرحمن زبولو سنفرغ لكم أيها الثقلان له نمنتهم ثقلان تباهلهم دلووي ثقلين زبهالو انت دائلنا إما لأنهما مثقلان بالذنوب زنب تسكمتي زنب زخبز حمس لزخونو بخوم انتهي تباهلهم مالتهم ثقلين تباهلهم فهما بحاجة إلى رحمة الله ومغفرته رب سبحانه وتعالى كرحم لنا كرهرها لنا نزي كلاتنا النديليوس لزخونا أما مثقلان بزي تباهلهم مالتهم وإما لثقلهما على الأرض فلهما ثقل ومكان في هذا الأرض أبزي مريتزي بزوح نقراتي زلو فطور بزوح يوتي ناي رب سبحانه وتعالى فترتات نحنا تازتو سنة فلت الزلاتنا أتاق المينا نريون وي بزي حجب سحوة للو تكنولوجي النريو زلنا نسوت رحينا نفلت مالتيو قين كابزي زعبي بزوح بزوح نقرات رب سبحانه وتعالى فطورات كم زلو كنفلت إن كن عمنيني زلنا مالتيو أموتي دبزح دماني حيزوم دلو دماني يبلو مالت الثقلان يوم الأجنان والإنس مالتي ولذلك عمومي رسالة رسول عليه الصلاة والسلام لكل هزبي دبت صحت رسالة لأخو مدلو النبي عليه الصلاة والسلام انتو سنة هزبي انتو سنة على زيكوني من لا دك سبات كتلو مالهم دحنة نخرخو مالتهم ولذلك ربنا عز وجل بسورة الأعراف مبل 150 شمون تنتايلو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
أنا نبدك سبات نبملوز تلاخك إلك نجرم خا تباهلهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس بأنه رسول إليهم جميعا. إذا تزاز نيربي نبي رسول عليه الصلاة والسلام زورده كلاتهم دك سبات عن تقتلتم خونكم زلوا إذا قديزي أبصحها تباهلهم مالتهم. وأكمل الله به الدين دين الإسلام بكل شنخاته مولئو قلت يبولون مالتيو كمتي سلمان الفارسي زي ود فارسيو كابتم دمو سلمو كابتم عبيت سحابة زخونيو انتايب المالتيو لما سأله اليهودي حدا يهوداوي حاتيتو نسلمان مالتيو يعني زي نبيناتكم سني كل نقر يمهروناتهم لدولهم سي كل نقر كم يجيرو يمهروكم مش بولوم والنبي عليه الصلاة والسلام زقدو فيه بولو من أبرهان يوم قدفو منا كل كنتاتنا كل نقعزلو بهاي ما نتنان بديننا كم نقعز جيروم حبيرو منا أما النبي عليه الصلاة والسلام يترفدو عبيت نقرات حتى وين حدا ودسب قدايك فتسم كله وقلقلك خيدون كله خيترفوين نبقب لاغوت قون كم زي بولو كم ودماني بفاندي أجيرو استنجاق قبر كم زي بولون كم ودماني كابدك سبات كول يلو كفتسم كم زلو قدايون النبي عليه الصلاة والسلام حبيرهم نايم اوه نحنا أبشن تبيت كن أدخلنا نتاي نبيل كنوت سخلنا نتاي نبيل كل خمس زبالي ملو زخوني دين يوم النبي عليه الصلاة والسلام قديفهم نامالتهم. فمن زعم أن الدين لم يكتمل فقد قدح في الله وفي كتابه وفي رسوله. إذا دين زي ملا يكون نقول لتالو زبل انتدع ترقبه نرب سبحانه وتعالى نكمون رسول نكمون القرآن وقصال له مالتهم مهناته. فالدين قد اكتمل لا يجوز أن يزاد فيه ولا أن ينتقص منه. الدين ملئ كتقدل اللي يخون كتوسخ اللي يخون أي فكرة كانيو مهنياتو الله سبحانه وتعالى ديننا ملو غير النعيم مالتو. ولذلك بسورة المائدة تايلو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بأري رب سبحانه وتعالى زرديو ومود ما نقول لزي ولو ملو زقبورو دينيو إزي دين إزي إسلمنا مالتو. ولذلك حدي أيهداوين نب سيدنا عمر متئلو يا عمر إلو في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا إلو أب قرآنكم الله حنتي آية حنت عنكت نسان أبانا وريدة تتخون سني تاز وردة تلو معلت سني بعلم قبرنا ينيرنا مخنياتوس نايب حق تحقوس زخونتيا السخاتكم سني زي أنا بنا تتخون نرا بعلم قبرنا يوئلو لسيدنا عمر تزاريبو انتهيت بالآية آد أزي مسولو سيدنا عمر تا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تبل مالت إسلمنا ملو غير الكمية ملي الكمية دفوتو خلكم زردو خلكم هاي ما نوتيو اتبل دلاسني إزي ملو زقبر كقبر الكخلو فتاري خاسني عبي حقوس عبي دستا عبي في السايمو نحنا ماني بعلم قبرنا نيرنا زي أنا بنا وريدات تخوني لو سيدنا عمر انتهي لو فقال والله لو إني لا أعلم أين ومتى نزلت أبينين مع سين كم دوردت أنا يفلت إزي آيا زي آي لو أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أب يوم عرفة تطويل من كله أبشعوا مع التئة وريدا إلو نجروا. ولم يبقى بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا 80 يوما ثم توفي قال كاب 8 دي بزحا مع التات يبتسني حنبر بدحري النبي عليه الصلاة والسلام كاب زي عالم زي تفل يوم مالت يوم. إذن إزي آز وردة تلو سني بزوح ده سجرة يكونن كم زي تبلو زي لخا بزوح مفلساف وينزل لي يكونن أبتبلو الزخوني كلاتهم أسلام عيد الأضحى زخبروا له كمود ما نوقف بعرفة قبروا له حجاج أبو يا وريدا إلو تزاريبو مالتي. إذن هذه منا عبيد استا عبي حقوسيو دينا ملوك خونلنا نقول له مالتي. ولذلك وأتممت عليكم نعمتي له نعماناتي سيملي لكم تزرادية زخونكم ملي لكم يقبل كل الله سلمنا زي من أعظم النعم أن يكمل هذا الدين دين كاملوك خونلكا قد لزي بلو خون كله زي عبي نعمائي مالتي. ولذلك ورديت لكم الإسلام دينا إلو زردي رب سبحانه وتعالى زفوتو أينا انت رأيك إذا أسلمنا زي آية من قدنا نبيات من قدنا عيسى من قدنا موسى أبرام كلهم نبيات تختلان حدا الله تبل توحيد حاز الدين إذا أتفتو تزخونت رب سبحانه وتعالى زردي دين مالتي. ولذلك أذكرناتنا نكون مشتن انتين بالمالتي دعا نقبر كلنا مالتي كم ترسل عليه الصلاة والسلام زعلمنا رديت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبل مالتيو ردينا إنا ربنا الله سبحانه وتعالى نسحاد قويتانا نعوينا نملخ بجكو أملاخ يبلنا نعبو ردينا إنا وبالإسلام دينا دين الإسلام دمان هايمانو تسلمنا دمان ملو زخوان قدل الزيبول دمان بو دمان عقبنا ردينا فتينانينا وبمحمد رسولا كم تم نخالو تزبطات نبب نفسه وكفهم زتلاخلهم نبانا دمان بلوط مروط زخوانو رسول عليه الصلاة والسلام كل أخو كله حقوسات رادينينا دبلسهب إذي كمزيلو أذكار دقبر نقوهن مشتن النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم وجبت له الجنة جنة تقبئات يعيبلو مالتهم إذن تدين كن كتولو دلنا انتاي انترائلك هو الإسلام ولذلك ربنا عز وجل بسورة العمران تايلو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بإسلمنا قدفو كالي من قد تهدح زسب إذا سبزي رب سبحانه وتعالى يقبلوا لنا يوم القيامة دماني خاسر يزخون كابتهم بكسارة دوتو كابتهم يزخون مغنياتو إن الدين عند الله الإسلام أبقى المفتار التقبال زلو الدين انتا انترالك هو لا إله إلا الله محمد رسول الله زبلي مالت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دين زي ملو غيرهم بزي قد لتهم يعني أما حلال فلنا خابز الدنيا زي تفليهم مالتهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكعكمتهم أحواتهم نبيات كومو دماني استوهابهم كل أبصيهم كابز الدنيا استفليكم ودمان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بملو دمان زدني زدمان كم ترب سبحانه وتعالى أعززهم أبصيهم لنا بدحري النبي عليه الصلاة والسلام كابز الدنيا زي تفليهم مالتهم ولذلك ربنا عز وجل تايلو إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك ميت مالت يعني ستموت مالت وبالفعل النبي عليه الصلاة والسلام كابز الدنيا زي تفليهم بل النبي عليه الصلاة والسلام كابز الدنيا زي مستفليو صحابة كبيدوا مزقود دايزي كميو مسبولو وانا بحق فقرنا بحق محبان زنبورهم سلزخونو لكن سيدنا أبو بكر انتايلو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات نمحمد دقزاز انتداخوينو محمد وموتيو لكن ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الله سبحانه وتعالى قزاز خونقين الله سبحانه وتعالى كل قزي هياويو نعود قزاز خونقين الله حي دي موتمو نعلكم ويدماني إذا قدائزي زسن بداي كونن إلو سيدنا أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول محمد كوخم تمز حلفو نبياتيو مو نسون تدع موتو وين تدع تقتلو سني نسخاتكم كني انقلبتم على عقابكم ندحري ديهم كتملسو ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا انا دحريتكم الناس يا زبلسني نسلمنا يخون ويدما ندين نهايمانه زغد ايكونن ننفسك غد انت زي كوينو مالتي سلازي النبي عليه الصلاه والسلام برهان يتعدلوا ابرهان يمغديفومنا ديننا دماني مولو زي غدل غيروم غديفوملنا مالتي ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.